تعالوا بقى نسخن الجريل هنا كويس قوي 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 قوي، ونجيب الفراخ اللي تبلناها، ولو نقدر برضو ننزل المقادير تاني علشان اللي تاه مننا او حاجه في الفاصل يبقى كويس قوي. يلا بينا، المقادير هتنزل لكم اهي. يلا حالا اهي انا سايباها. وادي مقادير تتبيله الفراخ معاكم اهي: صدور دجاج، عصير ليمون، توابل مكسيكيه، زيت نباتي، ومحتاجين طبعا بصل ابيض وفلفل الوان للتقديم، شرايح ليمون وكزبره. يلا بسم الله. انا عندي هنا جريلا سخنه حطيت عليها شويه زيت، وتعالوا نبدا نسوي الفراخ اللي تبلناها دي. سامعين الصوت ده؟ ده اهم صوت لازم تسمعوه وانتوا بتسووا اي بروتين، عشان اضمن انه ايه الفراخ تاخد صدمه، فبالتالي ما تنزلش ميتها، تحتفظ بكل العصاره بتاعتها جوه الفراخ نفسها، لان انا لو الميه او العصاره نزلت يبقى انا كده الفراخ تطلع ايه ناشفه. فدي اول حاجه في تسويه الفراخ. تاني حاجه ما كربسش الطاسه، يعني انا اعذروني لو انا حازنق الدنيا هنا شويه بس عشان خاطر الوقت، لكن انتوا في البيت ما تكربسوش الطاسه. ليه؟ لان انا عندي درجه حراره عاليه، حاجه انزل لها فراخ طالعه من الثلاجه او طالعه بقالها شويه او ايا كان، بس هي مليون في الميه درجه حرارتها ابرد من الطاسه، فحاجة انزل انا الفراخ البارده دي على الطاسه السخنه هتنزل درجه الحراره، ويحصل ايه؟ يحصل انه الفراخ تنزل ميتها. خلاص؟ طيب هوريكم بقى حركة انا بحب اعملها هنا بصراحة، بس محتاجة عشان اعملها ازود التوابل شوية. انا هنا لما بسيب الفراخ دي بقى كده في التوابل الكتير والعصير الليمون والقصة دي كلها، بيتبقى عندي ايه شوية بواقي حلوة كده في التتبيلة، فهنعتبر ان بواقي التتبيلة دي معانا. حط كده ايه شوية توابل، وحط كمان عصير الليمون، خد ليمونه كده حلوه، وقطع بالسكينه، ناخد الزيت معانا، واخد عصير الليمون ده ماشي، وايه نديها كده ليمون ماشي، واحط شويه زيت وملح وفلفل. واقوم عامله ايه بقى؟ ما هو الخضار ده اللي احنا هنحطه مع الفاهيتا ده مش زينه، الخضار ده يعني اصلا بالنسبه لي احلى حاجه في الاكله كلها، ده اللي بنحطه مع السندوتشات، مش بس طعم جميل وهو اللي بيدي الفرق الطعم في الاخر للفاهيتا، كمان يعني مغذي جدا جدا. احنا دخلنا خضار مع الاكل من غير ما حد ايه يتذمر ويقول لا ده سوتيه، انا ما بحبش السوتيه، لا دي سلطه مش عارف ايه، بس وبعمل كده بقلب الخضار مع التتبيله. وما تقلقوش ان هو تقلب في تتبيله فيها فراخ نيه، لان احنا هنسويه فما عندناش اي خطوره خالص. جربوا التركه دي تركتي بقى في الايه في الخضار، لانه اماكن كتير بتقوم حاطه الخضار مسويه كده على طول ايه وهو ني، اسفه، من غير اي توابل ولا حاجه. جربوا بس الحركه دي وهتشوفوا هتاكلوا الخضار قبل الفراخ. تعالوا بقى نشوف هنا الفراخ دي اخبارها ايه. بدات تلون اهي، شايفين؟ عشان خاطر انا كربست الطاسه ما عملتش اللون اللي هو الايه اللي محمر جامد ده، لكن ايه احنا بنصرف نفسنا في الاخر، والمهم الطعم، والحمد لله هي مش منزله اي ميه خالص، دي اهم حاجه بالنسبه لي. تعالوا بقى دلوقتي نطلعها عشان نعمل مكانها الخضار، ومهم قوي 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 ان انا لما اجي اعمل فراخ صدور فيليه او لحمه، لازم بعد ما اسويها
اسيبها ترتاح تماما، وهقول لكم السبب ليه. يعني ما ينفعش اطلع الحاجات دي كده من على الجريل على الاكل على طول، وهشرح لكم ليه حالا. خلونا بس ايه عشان الوقت نحط الخضار ده في الجريل. اوكي، فاكرين الخضار اللي عملناه مع التتبيله؟ تعالوا بقى ايه الجريل بس هنا كده تسخن وننزل عليها الخضار على طول. هنا خلونا نطمن على التشيلي الجميله دي. الله، حلو قوي. عليها كده النار شويه. حلو قوي، جميله جميله. احب انها يكون فيها عصير طماطم اكتر بس ما يضرش. هاخد انا بقى هنا ايه الخضار اللي تبلناه وانزله على الجريل بالليمون بكل حاجه. طعم فريش بشكل بجد انتوا مش متخيلين. واسيبه بقى ايه يعيش حياته زي ما هو عايز. طبعا المشبك ده مش هنستخدمه تاني خلاص، لانه في ايه في فراخ ني. يلا بينا. طيب انا الفراخ بتاعتي هنا تمام، هي كانت ارتاحت في الجريل، فانا مش محتاجه قوي ان انا اسيبها ترتاح هنا. تمام. طيب انا ليه اصلا لازم اسيب اي بروتين لحمه او فراخ تريح بعد السوى؟ الفراخ لما بتيجي تستوي، خلينا ايه نتكلم باسم الفراخ بما ان احنا عاملينها، لما بتيجي نسويها العصاره كلها الحراره بتضغط العصاره كلها في النص. اوكي، فانا لما اجي اطلعها وهي لسه العصاره كلها في النص واجي اقطعها كله هينزل، فنرجع لنفس المشكلة بتاعت ان انا مش عايزة الفراخ تبقى ناشفة. تمام، انا عايزاها تحتفظ بالجوس بتاعها. فانا لما اسيب الفراخ ترتاح، العصارة اللي اتضغطت في النص هتبدأ ترجع تاني في الفراخ، فبالتالي الفراخ بتاعتي تفضل جوسي وتفضل محافظة على الطراوة بتاعتها. فانا عندي هنا الفراخ ارتاحت، تعالوا نديها كده كام تقطيعة عشان خاطر نقدمها يعني زي ما بتتقدم بالظبط في المطاعم. كده يعني انا عايزه اقول لكم الفراخ بتدوب في ايدي بجد، مش متخيلين طراوتها عامله ازاي. وكده احنا كمان ايه مستخدمين فليهات، دي بتنشف بسرعه قوي، دي انا ما بحبهاش، بس طالعه طريه طراوه مش طبيعيه. انا كنت اصلا مشاركاكم على صفحتي على الانستجرام، يعني بصوا من الالف للياء ازاي تشووا فراخ وتطلع جوسي وازاي تتبلوها وكل القصه دي. ايه رايكم ننزل لهم صفحه السوشيال ميديا عشان يشوفوا؟ يلا، صفحه الانستجرام هتنزل لكم على الشاشه، وهتلاقوا الفيديوهات بتاعه الفراخ اللي بقول لكم عليها دي، لسه ايه لسه جديده مش بعيده قوي. بصوا الفراخ لما ترجعوا كده من ال، بصوا مستويه، بصوا مستويه ازاي، مستويه وجوسي جدا يعني، بصوا جميله جدا جدا.